طبعا أكيد في حواجز عديدة بتواجهني، خصوصا إنه أنا أرتدي الحجاب. في نظرة معينة بتكون من مجتمعي لإلي، لأنهم لسه تفهمنا للفن مش عميق بالشكل الكافي، فالنظرة دائما بتكون، لأني كمان فتاة، فيها نوع من التحيز إنه ما يمكن، ما بحق لي إني أنا أوصل للأشياء اللي أنا بطمح لإلها. اسمي خلود أبو حجلة، فنانة تشكيلية من الأردن، عمري 30 سنة وأعمل في التعليم. بالحقيقة بحاول إني أعكس صورة معاكسة للصورة المنطبعة عند الناس، وأنا بحاول إنه أوصل إنه أنا قادرة على أني أكون عكس ما أنتم تعتقدون. الفنان دائما يسعى للتغيير في مجتمعه، وبسعى إني أنا أضع هذا الحجر الأساس في تغيير التفكير الموجود في المجتمع تجاه المرأة المسلمة أو المرأة العربية بشكل عام. التفاحة دائما موجودة بالميثولوجيا، موجودة بالأساطير الإغريقية، موجودة أسطورة عدن، دائما ارتبطت بالمرأة على علاقة وثيقة فيها. أنا بتمنى أوصل لأكبر قدر ممكن من الحرية، حتى لو كان في حدود في مجتمعي تمنعني من هذا الشيء، إلا أنه أنا رح أضل مصرة على كسرها.